يعني هل بدأت اليوم تتضح التداعيات السلبية لتطبيق سياسة طبع النقود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أخي ديا، وشكرا على الاستضافة، وتحية لضيوفك الكرام. فقط يعني إذا كان سمحت لي نصحح أنه الاسم سليمان ناصر وليس سليمان بن ناصر. بالحقيقة يعني هذه القضية تاع التمويل غير التقليدي، يعني احنا كمحللين، وأنا أتكلم عن نفسي على الأقل، يعني تحدثت عنها كثيرا في صفحتي في الفيسبوك وفي تصريحاتي في الصحافة وكذا إلى آخره، وقلت يعني ونبهت منذ بداية يعني صدور الرخصة التي هي المادة 45 المكررة التي تم بموجبها يعني تسمح لي في العبارة العبث بقانون النقد والقرض. قلت بانه احنا لسنا على اتكلم على الاقل يعني رايي الشخصي، لسنا ضد هذه الماده او ضد هذا الاجراء، لانه في ذلك الوقت او في يعني في ظل الوضعيه التي تعيشها البلاد يعتبر اقل الحلول سوءا، يعني مقارنه باللجوء الى الاستدانه الخارجيه وكذا الى اخره. ولكن اعتراضنا اين يكمن؟ يكمن في شيئين، يكمن في عدم تحديد سقف لهذا العملية، ليس هناك تحديد أي مبلغ، والاعتراض الثاني هو المدة الطويلة التي أعطيت لهذه الرخصة وهي 5 سنوات. يعني تصور أن قانون النقد والقرض، وأنا أسميه قانون النقد والائتمان، هذه الترجمة الصحيحة، قبل تعديله ماذا يقول؟ يقول بأن يسمح للخزينة العمومية بانكشاف حسابها يعني لدى البنك المركزي، بمعنى ممكن تسحب أكثر مما تملك، يعني حتى ما سماش قروض ولا استدانه ولا سماها انكشاف الحساب، ودار لها شرطين. يعني الشرط الاول انه المده لا تتجاوز يعني 240 يوم، يعني 8 اشهر، والشرط الثاني ان المبلغ المسحوب لا يتجاوز 10% من الايرادات الفعليه للسنه الماضيه. يعني تصور هذه القيدين نحيناهم تماما وكسرناهم، ورحنا مباشره الى عدم تحديد القيد، وايضا مده طويله ل5 سنوات. وتصور الان يعني الشيء اللي نبهنا منه انه يعني في ظرف سنه، وانا بالضبط يعني من صدور الماده اللي هي 45 مكرر في نوفمبر 2017 الى يومنا هذا يعني ابريل 2019، يعني تقريبا سنه ونصف، الحقنا الى 6556.2 مليار دينار، اي ما يعادل 55، وهو عكس كل التوقعات، يعني المبلغ المطبوع يعادل 55.3 مليار دينار. دوكا الان يعني كي نجيو نعلقوا على هذا التقرير الذي اصدره محافظ عفوا البنك المركزي، وحتى ما نعرفوش شكون اللي اصدره، يعني اللي صدر من البنك المركزي، وانا اطلعت عليه في الموقع، يعني يعني انا حتى في التعليقات نتاعي في الصفحه تاعي في الفيسبوك سميته يعني اغرب من اغرب التقارير التي اصدرها بنك الجزائر في تاريخه. يعني انه المفروض انك انت كبنك مركزي المسؤول الاول عن اصدار النقود وعن تنفيذ السياسه النقديه في البلاد، عندما تقول هذا الكلام بانه طيب البنك المركزي كان معترض على هذه السياسه واقترح خبراء ومانيش عارف واش، وفيها حتى طيب هو التنصل، نعم.